أهلا بكم على ولي العهد حفظ كرامة بلاده بإنهاء الحرب المتوحشة على اليمن. هذا الموقف لمن كان يوما الابن الوفي للنظام السعودي جمال خاشقجي. لا يبدو أن تاريخه في رفع الولاء الكامل لولي العهد قد شفع له، فها هو يلقى مصير بقية المختطفين. هو الذي قال يوما إن القمع في السعودية يذكر بألمانيا الشرقية وأن السعودية لم تعد محتملة. سجل خاشقجي مواقف معارضة لسياسة المملكة في الداخل والخارج. أين هو جمال خاشقجي الكاتب السعودي البارز؟ دخل قنصلية بلاده في اسطنبول وقيل إنه لم يخرج منها. المعلومات إذن متضاربة، فيما إذا كان خاشقجي بداخلها أم خرج؟ أين هو إذن؟ كيف وصلنا إلى هذه اللحظة؟ ما قيل حتى الآن أنه قبل يومين فقط وصل جمال إلى اسطنبول قادما من لندن، اتجه إلى القنصلية السعودية هناك لاستكمال أوراق إدارية برفقة خطيبته. وصل المبنى يحمل ملفه في حدود منتصف النهار. تقول خطيبته أثناء الانتظار على باب القنصلية سلمها هواتفه النقالة وأوصاها إذا حدث لي أي طارئ اتصلي بهذه الشخصية التركية المرموقة وهو مسؤول في حزب العدالة والتنمية، اتصلي أيضا بجمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا. تتابع الخطيبة الرواية أن الحراس القنصلية سمحوا لجمال بالدخول لوحده من دون خطيبته التي بقيت تنتظره في الخارج لوحدها لساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، لم يخرج. عندها أغلقت القنصلية أبوابها في تمام التاسعة مساء ولم يظهر خاشقجي. أين هو؟ لا أحد يعلم. بعد حلول الظلام أبلغت الخطيبة الشرطة التركية، كما أبلغت السياسي الذي أعطاها رقمه وهو ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية الإعلاميين العرب في تركيا، وقالت أنه يوم الجمعة جاء هنا ليأخذ بعض أوراق من هنا قنصلية. قالوا له لا تنتظر اليوم، تعال الأسبوع القادم لأن ما ستنجهز في نحن سنغرق بعد ساعة. وأستاذ جمال جاء أمس اليوم صباحا اتصل بقنصلية، قالوا هل للأجل أوراق هل ستأتي هنا؟ قالوا نعم ستأتي هنا. ساعة واحدة والنس جاءوا هنا أمام القنصلية هنا، أعطى هاتفها للخطيبات وقال سأدخل، لو حدث أي شيء تخبر مسؤولين أتراك ياسين أكتاي وأيضا بيت الإعلام من العرب. طبعا خديجة خطيبة جمال خاشقجي التركية، ها هي صورتها تقف أمام القنصلية السعودية وتظهر مع صديقاتها يعتصمن أمام المبنى الدبلوماسي هناك. طبعا الكاميرات وعدسات الصحفيين بدأت ترصد مبنى القنصلية السعودية مع انتشار أمني مكثف في المنطقة. هناك حديث عن تجديدات أمنية في المطارات والموانئ في تركيا خوفا ربما وتجنبا لمحاولات ترحيل الصحفي. هذا آخر ما غرد فيه جمال خاشقجي يوم الاثنين، أغادر لندن وفلسطين في البال، حضرت مؤتمرا وتعرفت على باحثين وناشطين مؤمنين بعدالة قضيتها. في رسالة موجهة إلى بي بي سي بعد سؤالنا عما حدث لخاشقجي ومعرفة الموقف السعودي، كتبت السفارة السعودية في واشنطن برسالتها الأنباء التي يتم تداولها بشأن اختطاف السيد جمال خاشقجي عارية من الصحة. وتكمل أيضا السيد خاشقجي زار القنصلية لتسوية أوراق إدارية وخرج بعد وقت قصير من تلك الزيارة. الحكومة السعودية تتابع بعناية أي تقارير تتعلق بمواطنيها. في واشنطن بوست هناك الصحفي الذي نشر هذه التغريدة وتقول جاسم رايزن، يقول زميلنا الكاتب الصحفي جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء بعد الظهر، وبعد مرور ساعات من ذلك انقطعت أخباره. جمال خاشقجي الذي سيحتفل بعيد ميلاده 60 بعد 10 أيام يعيش في المنفى الاختياري بواشنطن منذ عام ويكتب لصحيفة الواشنطن بوست. هذه أهم الحقائق عنه.